سحر الجبال واطلاله الخليج ورقي اهلها وعبقريه التاريخ وحكمه الجغرافيا من دبل حصن نطل عليكم في حلقه جديده من برنامج صباح الشرقيه اذا صباح الخير مشاهدينا وصباحكم اشراقه شمس من المدينه الفاضله مدينه دبل حصن حيث المناظر الطبيعيه الخلابه والجبال المرتفعه والبحر الهادئ ومن هنا سنبرز لكم جمال هذه المدينه وسنستمتع بأجوائها الخلابة مع فقراتنا وضيوفنا الكرام الذين إن شاء الله سيرافقونا طوال هذه الحلقة وصباح الخير عمر صباح الله الخير يا عاشا وبتأكيد في صباح مميز نبدأه معكم من المدينة الفاضلة من هنا من سحر الجبال والطبيعة في مدينة دبي الحصن راح إن شاء الله نخوض معاكم تجربة مميزة من هذه الأجواء العليلة لمدينه دبل حصن وحلقه مميزه ان شاء الله من برنامج صباح الشرقيه وراح نبدا معاكم ان شاء الله بعناوين متميزه برفقه ضيوف اكارم ولكن نذكركم بانه يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق مرايا واللي يوفر لكم متابعه جميع قنوات هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون وبالتالي تستطيعون تحميل هذا التطبيق عبر هواتفكم الذكيه او عن طريق مسح الرمز الظاهر أسفل هذه الشاشة مشاهدين الكرام نتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة معنا في صباح الشرقية لهذا اليوم أما طبعا كل الحلقات إن كانت المباشرة أو المسجلة باستطاعتكم أن تحملوها أو تشاهدونها مباشرة من على هذا التطبيق يعني. صحيح يعني يعني أيضا الحلقات المسجلة أو حتى التسجيلية وتكون أيضا على مدار الساعة إذا مشاهدينا ننتقل وإياكم لنتعرف على عناوين حلقتنا لهذا اليوم الثروة السمكية أحد أهم المصادر الطبيعية في دبل حاصم المكثف خبز شهي يتميز به اهل المدينه الفاضله المنتجات التراثيه تقاوم الانتثار اذا مشاهدينا هذه كانت ابرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم وان شاء الله تستمتعون وتستفيدون من هذه الحلقه في وسط هذه الاجواء الجميله من المدينه الفاضله مدينه دبل حصن وكما وعدنا المشاهدين ايضا عمر أننا إن نحن ان شاء الله اسبوعيا في ظل اعتدال الاجواء بنزور ان شاء الله اروقه المنطقه الشرقيه بنتجول في اروقه هذه المنطقه ونتعرف ايضا على الاماكن السياحيه والمناظر الخلابه صحيح. التي تشهدها المنطقه الشرقيه سواء كانت مدينة كلباء خرفكان دبل حصن إلى جانب أيضا منطقة وادي الحلو صحيح بتأكيد مشاهدينا الكرام نتمنى أن نوفق بطرح هذا المضمون وان نكون معكم رفقاء متميزين طوال هذه الساعه الصباحيه ما الان ننتقل الى الاخبار يا عاشه بالفعل نبدا ايضا حلقتنا باهم الاخبار المتعلقه بالاماره الباسمه اماره الشارقه وجوله سريعه في الصحف اليوميه ونبداها من صحيفه الاتحاد من العطايه المتاحف قنوات رئيسيه للدبلوماسيه الثقافية حيث ألقت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف الضوء على دور المتاحف في تعزيز الدبلوماسية الثقافية وترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان في محاضرة افتراضية نظمت في معهد أوليبرايت التابع لكلية ويليسلي في الولايات المتحدة الأمريكية وخاطبت عطايا من خلال عرض تقديمي تحت عنوان القوة الناعمة ما علاقة الفن بالدبلوماسية الدولية؟ عددا من الطلاب والزملاء من مختلف التخصصات في الكلية متحدثة عن جهود الإمارات في تعزيز العلاقات مع دول العالم عبر الدبلوماسية الثقافية، وما تمخض عنه من تحقيق الدولة المترتبة الأولى إقليميا والعاشرة عالميا في قوة التأثير وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2022. اما الى خبرنا التالي مشاهدينا الكرام من صحيفه الاتحاد وبالتاكيد انتخاب رئيستي مجلس شورى اطفال وشباب الشارقه. وفي تفاصيل هذا الخبر فازت مديه سيف طنيجي والجازيه احمد الزعابي بمنصب الرئيس لمجلسي شورى اطفال وشباب الشارقه للدوره البرلمانيه الجديده 2022 2024 والتي تنظمها مؤسسه ربع قرن لصناعه القاده والمبتكرين وتقام تحت شعار ربع قرن من التميز في العمل البرلماني. جاء ذلك في الجلسه الخاصه لانتخاب الرئيس ونائبه وامانه السر التي عقدت في مركز اطفال الشارقه بالقراين لمجلس شورى اطفال الشارقه في دوره الانعقاد السابعه عشر للاطفال في الفئه العمريه من الثامنه الى الحادية عشرة سنه. بينما عقدت في مركز سجايا فتيات الشارقة بالقراين جلسة لمجلس شورى شباب الشارقة في الانعقاد الثامن للشباب في الأعمار من الثالثة عشر إلى السادسة عشر سنة وهذا لاستكمال الشكل القانوني للمجلسين وأيضا انتقالنا إلى خبرنا التالي والأخير مشاهدين الكرام من صحيفة الاتحاد الشارقة للفنون تنظم اجتهادات مسرحية وفي تفاصيل الخبر بحث عن او بحثا عن المواهب المسرحيه الشابه واكتشاف قدراتها في المجالات الكتابيه والاخراجيه والاداء التمثيلي وسعيا لتشجيع الاصوات الجديده والراغبه في ترجمه قدرتها الابداعيه وتطويرها نظمت جمعيه الشارقه للفنون الشعبيه والمسرح مساء امس الاول بمقرها الرئيسي فعاليه اجتهادات مسرحيه والتي تدخل ضمن الأمسيات الشتوية بالجمعية وهذا من أجل ضخ الدفء والحياة الحيوية في الحقول الفنية والتعبيرية بالساحة الثقافية بالإمارات وإلقاء الضوء على التجارب الواعدة في حقول السينما والمسرح والموسيقى وغيرها وتدخل هذه الفعالية ضمن خطط الجمعية بعيدة المدى لإنشاء جيل جديد من المبدعين المواطنين والمقيمين القادرين على رفد المشهدين الفني والثقافي بافكار ورؤى وتصورات متنوعه تعزز اسهامات الاجيال السابقه من الرواد والمؤسسين وتضيف لها اطروحات مختلفه تناقش قضايا الحاضر واشكال الراهنه التي يقرها الجيل الجديد من ابعاد وزوايا لم يتم التطرق لها من قبل. اذا مشاهدينا كانت هذه حصيلة الاخبار لهذا الصباح اما الان راح ننتقل الى مكان اخر نتعرف عليه ايضا على شيء جديد في المنطقه الفعل. الشرقيه يعني نعم شا. والان نتعرف على درجات الحراره وحاله الطقس في المنطقه الشرقيه وباقي مدن دولتنا واماراتها إذا مشاهدينا الكرام بالتأكيد هذه هي اجواء مدينة دبل حصن المدينة الفاضلة وبما ان نحن متواجدين الان على هذا الساحل لهذه المدينة المتميزة بالتأكيد لابد بان نحن نتعرف على اسعار الاسماك وكذلك الانواع المتوافرة في سوق مدينة دبل حصن للاسماك يتواجد هناك زميل جاسم المراجدة وراح ياخذنا في جولة يعرفنا من خلالها على الاسعار والانواع ولك الكلمة يا جاسم. شكرا زملائي في الاستديو صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام كما اعتدنا معكم في كل اسبوع ناخذ وياكم جوله في السوق اليوم متواجدين في سوق السمك في مدينه دبل الحصن نتعرف على الانواع الموجوده عندهم واسعارها لهذا الاسبوع خلونا نشوف هذا المحل السلام عليكم السلام عليكم شو عندك اليوم من السمك؟ اليوم في <applause> اخوي عندي في شيري في بيا في في قبقب في قش كبير في صغير في نغار صبيان في ما شاء الله على كم الشاري عندك؟ كيلو 25 يا اخوي الكيلو على 25 هذا من صيد مدينه دبل حصن؟ دبل حصن هي ما شاء الله وعندك البياح على كم؟ بياح كيلو بعد 25 الكيلو على 5 اشوف نوعين عندك ولا حجمين عفوا صغير في كبير في والكل على 25 كيلو 25 الكيلو على 25 عندك بعد هنا الشاري السوري على كم؟ شاري كيلو سولي كيلو 20 الكيلو على 20 عندك بعد هناك الخباط الكنعد الصغير على كم؟ كنعد صغير 60 ألف 60 درهم وعندك بعد هناك القبقوب، القبقوب على كم؟ القبقوب كيلو 30. القبقوب هذا من وين؟ مال عمان يجي من عمان، ما شاء الله شوف عندك بعد هنا الفرش على كم؟ فرش كيلو 20 أخي الفرش الكيلو على 20 وعندك بعد أشوف هنا أم دريس، أم دريس على كم؟ أبو دريس بعد كيلو 20 درهم الكيلو بعد على 20 درهم عندك بعد هنا حمرا، حمرة حمرة علي كم؟ حمرا كيلو 30. الكيلو على 30. وهناك هذه فسكر على كم؟ فسكر كيلو 25. الكيلو على 25، وعندك الصال الحجم الكبير والصغير على كم؟ صال، صال كبير 25، صغير 20. الصال كبير على 25، والصغير على تل... كم؟ 30؟ 30. وعندك بعد هنا برا أ... اشوف ال سبريم سبريم على كم عندك؟ سبريم كيلو 30 باي سبريم الكيلو على 30 درهم هذا سبريم من وين؟ هذا مال تركي سبريم من تركي طبعا المعلومه السبريم ما عندنا نحن آه غالبا يجيبوه من المزارع من الخارج وعندك بعد هنا الربيان ربيان على كم؟ ربيان هذا فيك 30 كيلو كبير فيك كيلو 35 طبعا ربيان عندهم نوعين الحجم الصغير والكبير الصغير على 25 والحجم الكبير اللي هم يسموه جامبو على كم؟ 25 خمسة 35 خمسة خمسة وعندك بعد هناك النغر، النغر على كم؟ نغر كيلو ثلاثين النغر الكيلو على 30 وهالاشياء كلها عندك من مدينه دبل حصن طبعا السبريم مش من المدينه السبريم والقبقوب مش من مدينه دبل حصن والباقي باقي مال دبل حصن باقي كله من مدينه دبل حصن وهذا صيد اليوم في الليل صيد صيد الليل يعني شكرا محمد شكرا طبعا كانت هذه اسعار مدينه دبل الحصن ولكم الكلمه زملاء في الاستديو كل الشكر لك زميل جاسم المراجدة على هذه الوصلة وهذه النقلة في سوق السمك بالمدينة الفاضلة مدينة دب الحصن وهذه الفقرات من ضمن الفقرات الدائمة والثابتة في برنامج صباح الشرقية بحيث أن الأخوة يزورون أيضا سوق السمك في مدينة كلباء وخرفكان ودب الحصن ويطلعون على آخر الأسعار المتعلقة بالأسماك أو حتى الخضروات والفواكه وتعد مدينة دبل الحصن مثل ما نعرف أيضا من المدن التي تشتهر بوفرة الأسماك وتنوعها ومن المدن التي تسعى لإحياء مهنة صيد الأسماك وتحقيق الأمن الغذائي معنا اليوم سعادة مطر أحمد الخشري رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية لنتعرف أكثر على الثروة السمكية في مدينة دبل حصن وصباحك سعادة حياك <سؤال> الله أستاذ عائشة وحياك الله الأستاذ عمر في مدينة دبل حصن حياكم طبعا في هذا الصباح الجميل أه، وسامحوني على الشمس اليوم، الامس كان كان غيم واليوم شمس لكن كله خير ان شاء الله. لكن الاجواء ما شاء الله بارده. لا الاجواء يعني طيبة جدا يعني نسمات هواء بارده الله. اللهم لك الحمد. لله. أه، في البدايه نحييكم ونرحب فيكم في مدينه دبل الحصن المدينه الفاضله التي اسمها سيدي صاحب السمو أه، وحياكم الله تفضل. يا مرحبا. مرحبا. طيب العمر اليوم نتحدث عن الثروه السمكيه. نعم. في اماره الشارقه ونتحدث هنا عن انشاء نعم. هيئه الشارقه للثروه السمكيه نعم. ما اهميه انشاء مثل هذه الهيئه في الاماره الباسمه آه طبعا سيد عمر جاء انشاء هيئه الشارقه للثروه السمكيه بمرسوم اميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس على الاتحاد حاكم اماره الشارقه حفظه الله ورعاه اللهم بانشاء آه هذه الهيئه للوقوف على آه احتياجات الصيادين كذلك من أهداف هذه الهيئة طبعاً هدف الأسماء الهيئة هو تحقيق الأمن الغذائي السمكي الذي يرنو إليه صاحب السمو من إنشاء هذه الهيئة بالإضافة إلى كذلك دعم الصيادين بكل وسائل الدعم المتاحة من قبل الحكومة جاء إنشاء هذه الهيئة لتحقيق هذه الغرض <applause> نعم. نعم لابد أيضاً من خدمات نعم من تسهيلات نعم من ادوات ايضا مقدمه وتخدم الصيادين في مدينه دبل حصن، فلو تطلعنا ايضا يعني سعادتك نعم على ابرز هذه الخدمات. طبعا الهيئه تسعى بكل ما اوتيت من 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 قوه لمساعده جميع جميع الصيادين في اماره الشارقه مش بس دبل الحصن يعني تسعى الهيئه الى الى التعاون مع كافه الدوائر المحليه والاتحاديه في الاماره والخدميه منها كذلك لتسهيل أمور الصيادين وفي هذا السياق طبعا تم عقد لقاء لقاء مع جمعيات الصيادين في الإمارة هم الجمعيات الخمس مثل ما تعرفون جمعية الشارقة التعاون لصيادي الأسماك وجمعية الحمرية وجمعية كلباء وجمعية خورفكان وجمعية دبل الحصن للوقوف على أهم احتياجات الصيادين في المنطقة وطبعا كان اللقاء إيجابي وتفاعل معنا الأخوة رؤساء الجمعيات وهناك بعض المطالبات ان شاء الله سنقوم في حلها في قابل الايام ان شاء الله نعم. اذا هذه الجمعيات الخمسه هي تحت مظله هيئه نعم. شارقه النوع نعم. السمكية نعم. طيب هل الهيئه هي تعنى بوضع القوانين مثلا لحظر صيد بعض انواع الاسماك نعم. لموسم تكاثرها مثلا او غيره من نعم. القوانين نعم. التي يجب اتباعها من قبل الصيادين والجمعيات؟ آه طبعا اخوي عمر شوف مثل ما تعرف ان سياسه الهيئه تتماشى طبعا مع سياسه وزاره التقية المناخي والبيئه بالاضافه الى انها تعتزم الهيئه اصدار بعض القوانين المحليه الملزمه للصيادين كذلك تقوم الهيئه طبعا بتشجيع البحث العلمي في في في, في هذا الصدد كذلك بالتعاون مع جامعه الشارقه وجامعه خورفكان طبعا لاصدار بعض القوانين الملزمه للصيادين القوانين المحل المحل المحليه طبعا المحليه طبعا نعم. نعم مثل ما نعرف ان ايضا نعم. هذه الهيئه تخدم نعم. هذا الصياد نعم. وتوفر له البيئه الحاضنه نعم. لكي يمارس ايضا مهنته نعم. بكل اريحيه نعم. فلو نتحدث ايضا عن التسهيلات المقدمه لهذا الصياد ومثل ما ذكر عمر ممكن ايضا هنالك في امور او ارشادات نعم. يجب ان يتبعها وخاصه متعلقه بحظر ايضا الصيد نعم. فلو تطلعنا ايضا على بعض هذه الامور يعني من من جل عمل الهيئه في الوقت الحالي بما ان هي طبعا ناشئه نقوم على نشر التوعيه التوعيه للصيادين بالمخاطر والقوانين وغيرها من الاشياء هذه. بالاضافه طبعا الى 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 مساعده الصياد في فتح رخصه القارب ورخصه النخذة وغيرها من الخدمات. نعم. نعم. ممتاز. اذا يعني الهيئه جاءت لسن القوانين وكذلك تسهيل نعم. آه المهمه على الصيادين في ارتياد البحر نعم. المحافظه على هذه المهنه التي يعني توارثناها من نعم. الاجيال السابقه من أبوتنا ويدودنا نعم. ولله الحمد الان نحافظ عليها في اماره الشارقه والمناطق التابعه لها نعم. طيب بما ان نحن ان شاء الله يعني في هذا العام الجديد مقبلين نعم. ان شاء الله على موسم جديد للصيد نعم. والمواسم تختلف على حسب الدرور وما شاء الله اهل البحر أكيد نعم. هم اعلم بذلك نعم. ف بالتاكيد هناك توعيه لربما تعنى بالمواسم، تعنى بالصياد، تعنى ب لربما المستوى الذي لا. تريد ايصال الهيئه في الكثير من المواقف، الكثير من الاماكن على ساحل المنطقه الشرقيه لربما او حتى على ساحل اماره الشارقه نتحدث عنها. طبعا موضوع التوعيه ضروري بالنسبه لعمل اي اي هيئه خاصه في الوقت الحالي. طبعا هنا هيئة ناشئه الى الى الان يعني مثل ما يقول كبدايه لعمل الهيئه لكن واضعين في الحسبان موضوع التوعيه هذا ضروري بالنسبه للصيادين طبعا تكون هناك لقاءات لقاءات على مستوى الاماره للصيادين منشورات طبعا استغلال وسائل الاتصال الحديثه من الانستغرام وتويتر وغيرها من الاشياء هذه لتوعيه الصيادين ممتاز اذا نعم. استغلال كافه الوسائل نعم. لايصال نعم. المعلومه والتوعيه نعم. نعم لجميع الصيادين أطلق اطلقنا موقع الهيئه على الانستغرام على الانستغرام موجود موقع الهيئه طبعا يتابع فيه كل الاحداث وينشر فيه بعض الارشادات لاخوه الصيادين صحيح طيب. نعم ومثل ما ذكرنا أن هي مهنه الاباء والاجداد نعم ولابد ايضا ان هذه المهنه تتوارث نعم ولابد ايضا ان هنالك يكون دعم لتوارث هذه المهنه يعني نعم. سعادتك نعم. فلو نتحدث ايضا عن الدعم المقدم من قبلكم لكل صياد او منتسب لهذه الهيئه طبعا حكومه الشارقه بشكل عام ما فتئت ان تقدم الدعم يعني الدعم مستمر طبعا تقوم حكومه الشارقه ممثله بتوجيهات سيدي صاحب السمو حاكم الشارقه حفظه الله ورعاه بتقديم كافه انواع الدعم للصيادين من انشاء الجمعية الصيادين ودعم الدعم المالي للجمعيات وكذلك التعويضات في حاله الخسائر لا سمح الله طبعا تقوم الحكومه بتوجيه كافه انواع الدعم للصياد في اماره الشارقه نعم طيب عندما نتحدث عن الأسماك وأنواعها أنواعها أتحدث هنا بما نحن متواجدين في لا. مدينة دبل حصن ما هي الأسماك الأكثر توافرا في هذا لا. البحر يعني أنا اللي خبروني يا الأولين بأن ما شاء الله القباب لها موسم معين وكان له شهرة واسعة يتريون الصيادين مرورا نعم. بحر العرب وصولا الى فكي. مدينه نعم. دب نعم. الحصن نعم. بشكل مباشر، فخبرنا عن هذه الاسماك المتوافره نعم. هنا في بحر دبل نعم شوف اخوي عمر بالنسبه لمدينه دب الحصن والساحل الشرقي بشكل عام، م. طبعا يزخر بالعديد من الاسماك ل... ما شاء الله عندنا انواع متعدده من الاسماك سواء القاعيه منها او السطحيه. اشهر انواع الاسماك الاقباب في في في, في دبل الحصن في طبعا بما انه مال السمك المالح فهو أش... اشهر نوع، عندنا مثلا الصد عندنا اليودر عندنا مثلا اسماك الشعري عندنا الهامور وغيرها من من كثير من الاسماء يعني ما شاء الله اعداد لا تع... لا تعد يمكن تعطيتكم في سوق السمك انت شفت بعض الانواع من الأسماك يعني المتوافره محليا يعني وعد حديثنا يعني يا عمر ايضا وسعادتك عن مدينه دبل حصن وعن الاسماك لابد لنا أن نتطرق إلى مهرجان دبل حصن المالح. أكيد طبعا. هذا نعم. المهرجان اللي أصبح الآن ذو نعم. شهرة. نعم. على مستوى دولة الإمارات. أكيد نعم. فلو نتحدث أيضاً عن هذا المهرجان ودعمكم أيضاً للصيادين. نعم. وكل منتسب ومشارك. نعم. في هذا المهرجان. أه طبعاً أختي عاشف المهرجان في دبل الحصن أصبح علامة فارقة. صحيح. أه على على مستوى الدولة أو الخليج تقريباً. يعني تقريبا كل كل, كل فيها مالح بس منطقه مدينه دبل الحصن تميزت بهذا المهرجان السنوي الذي ينظم سنويا ويجمع كل مصنعي المالح بالاضافه الى بالاضافه الى بعض المنتجات الاسر المنتجه وغيرها فاصبح مهرجان ينتظره الالاف على على من سنه الى سنه صحيح فطبعا في هذا الصدد نوجه كل الشكر والتقدير للاخوه القائمين على هذا المهرجان وطبعا الاخوه في غرفه تجاره وصناعه الشارق الاخوه الداعمين لهذا المهرجان وان شاء الله ستكون في 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 السنوات القادمه المهرجان تحت تحت ظل ورعايه الهيئه وان شاء الله من احسن الى احسن بعون الله وبتكاتف الجميع طبعا نعم, نعم. وبالتاكيد لا ننسى كذلك دور دائره الثقافه في المنطقه الشرقيه نعم جزاهم نعم. الله خير دائما يبدعون في وضع البرامج والفعاليات التي تثري هذا المهرجان بما فيه من فائده كبيره جدا نعم. ونريد ان نوجه هنا في الحديث بان المهرجان لم يقتصر فقط على المالح وإنما على الأنشطة نعم. البحرية على نعم. إعادة و... إحياء الأهازيج و... 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 نعم الأهازيج نعم. 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 بعض الحرف التقليدية نعم. التي كانت في السابق فهو حرص على أن يكون ملم بكل نعم. التراث البحري آه من ابتداء من أبوتنا ودودنا ربي يحفظهم نعم. ويرحم من توفاه الله إلى ما آه خلد إلى نعم. الآن من حرف تقليدية وكذلك مهن لا زال يحافظ عليها الشباب في هذه المرحلة نعم. وأنا أمانة التقيت بكثير من الشباب الآن هم أصبحوا يتصدرون المشهد في صناعة نعم المالح نعم ويحترفون هذه الصناعة نعم فبالتأكيد من هنا نرى بأن لربما التوجه للشباب من نعم خلالكم هي أيضا نقطة محورية بالنسبة لكم في الهيئة نعم بأن يكون الشباب ملم أيضا ويعرف قيمة البحر والثروة أكيد السمكية نعم التي يملكها نعم. طبعا هذا الكلام هو عين الصواب لابد لابد من نقل هذه المهنة كي لا تندثر طبعا الجيل الاباء الله يحفظهم او الاجداد اللي توفوا منهم الله يرحمهم لكن الان بد من التركيز على جيل الشباب مثل ما تفضلت يا استاذ عمر. طبعا جيل الشباب على اساس ما تندثر هذه المهنه وتنتقل من جيل الى جيل وتبقى محافظه على سمعته وعلى يعني الطريقه التي تصنع بها يعني. صحيح. ولابد ايضا من برامج نعم لربما ايضا تنقل هذا الموروث من جيل الى جيل وتعرف ايضا نعم. الاجيال الحاليه والاجيال القادمه نعم. بهذا الموروث وهذه المهن الجميله نعم. فلو نتحدث ايضا عن البرامج التي تطلقها هذه الهيئه حفاظا ايضا على الاسماك والثروه السمكيه وايضا حفاظا على هذه الاشياء من المالح وغيرها ان شاء الله الأمر. ستكون عندنا برامج توعويه بطريقه التمليح وكذلك يعني المحافظه على جوده المالح من 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 ناحيه منتج منتج كمنتج غذائي وصحي في في نفس الوقت بالتعاون مع مع الشركاء في في مدينه دبل حسن طبعا نعم ممتاز نعم. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في فعالياتكم وبرامجكم التوعويه القادمه نحن على ثقه كبيره بكم نعم. انتم ان شاء الله جديرين بهذه الثقه وسوف تقدمون الكثير نعم. لما يخص البحر والصيد والثروه السمكيه نعم. وان شاء الله سوف نشهد فعاليات لها اثر كبير على نفوس الصيادين وحتى على عامه الناس نعم ان شاء الله, إن شاء الله نعم اللي راح يحاولون انهم يستفيدون نعم من هذه التوعيه التي سوف تنشرونها ان شاء الله بمختلف انواع التواصل والمواقع ان كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي او إن شاء عبر مواقعكم نعم الرسميه في نعم في شبكات الانترنت او كذلك من خلال وجودكم في بعض الاماكن والجهات نعم الحكوميه اللي من خلالها ان شاء الله راح تنشرون هذه الثقافه فاريد هنا ساعتك ان نذهب بنصيحه الى مرتادي البحر من الصيادين من ربما من السياح حتى اللي دائما ما يترددون يعني يترددون عفوا نعم. على البحر بشكل مستمر. نصيحتي الاولى طبعا خاصه في خل في في ظل التطور الحالي اول شيء الصياد يجب ان يتابع نشرات الاخبار ينظر الى حاله الجو اتباع الارشادات الامنيه من سواء من حرس السواحل او من غيرها يعني ثم متابعه الصيد في 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 الاماكن المخصصه طبعا مثل ما تعرف ان مثلا في في الساحل الشرقي توجد بعض الاماكن محميات صحيح فلا لابد لابد من الصيد ان يعرف مكان المحميه ومكان ومكان الصيد مسموح, مسموح نعم. به نعم صحيح والابتعاد حتى عن الادوات المحظوره استخدامها نعم الصيد. وكذلك الادوات المحظوره في 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 الصيد طبعا لا لابد لابد الصياد يكون على درايه وثقافه نعم. بهذه الادوات كي طبعاً لل... طبعاً. نعم طيب لانهي هذا قبل ان انهي هذه الفقره يعني سعادتك نعم. هل هنالك من أمن من سلامه من مبادرات وبرامج ايضا تخدم وتصفي مصلحه هذا الصياد سواء كانت متعلقه بالامن والسلامه نعم. في هذه المهنه طبعا الامن والسلامه معنيه بالدرجه الاولى حرس السواحل الاخوه في حرس الحدود والسواحل نعم. وكذلك القارب به جهاز تتبع لا سمح الله في في حاله القارب فقد او مثلا فقد السيطره عليه صاحبه يتبع عن طريق هذا الجهاز في بعض الاشياء هذه بالاضافه الى ما سنقوم به من ارشادات وتوعيه من اصدار كتيبات وغيرها من وسائل التواصل مع الصيادين ان شاء الله نعم. سعداء جدا بقبولك دعوتنا في صباح الشرقيه نرت حديثنا فيما يخص كل الامور التي تعنى بها هيئه سارقه لثروه السمكيه شكرا لك سعادتك وما قصرت على هذا الاستضافه ما الله